أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على نهج مملكة البحرين في صيانة حقوق الإنسان وتبني المبادرات الداعمة لذلك، منوها سموه بما تحقق من منجزات حقوقية وفق المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الذي رفع إلى سموه التقرير السنوي العاشر للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أشاد سموه بجهود المؤسسة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والتي تناولها التقرير، وأشار سموه إلى مواصلة تبني المبادرات التي ترسخ وتحفظ حقوق الإنسان، فهذه الحقوق لها أصلها في شريعتنا الإسلامية وكرسها الدستور وميثاق العمل الوطني والقوانين والتشريعات ذات الصلة، منوها سموه في هذا الصدد بالدور الذي تطلع به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ هذه الثقافة الإنسانية في المجتمع، متمنيا سموه لرئيس وأعضاء المؤسسة دوام التوفيق والنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة. من جانبه أعرب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من دعم لكافة المبادرات التي تكرس مفهوم حقوق الإنسان بما يعزز مكانة مملكة البحرين في هذا الجانب، ويضيف إلى ما تحققه من إنجازات متواصلة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.